السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم مشاهدينا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي أيضا يمكنكم من خلالها أن تشاركونا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. طبعا هذه الخدمة متاحة للرسائل النصية فقط، ليست فيها خدمة الاتصال، يعني بالنسبة للمشاركين الذين أحيانا ما يحاولون الاتصال بنا عن طريق هذه الخدمة. اليوم الموضوع سيكون عن ملف الفساد في العراق وملف إعادة الإعمار، كذلك اصطدام إعادة الإعمار بالفساد الذي يعيق طبعا إكمال هذه المهمة الواقعة على عاتق السلطة الموجودة في بغداد، إن كانت حكومة عبد المهدي أو الحكومات التي سبقتها أو من سيليها. الفكرة أن توقف إعادة الإعمار يضع حياة النازحين والمهجرين في خطر، في ظل طبعا تغير المناخ، وفي ظل صعوبة الحياة الموجودة في مخيمات النزوح، وفي ظل انعدام الخدمات المقدمة لهم من قبل السلطات أو من قبل المنظمات الحكومية. وبالتالي نضغط اليوم على هذا الملف ونفتح كذلك ملف الفساد لنتطرق إلى العوائق التي تقف أمام إعادة إعمار المناطق المدمرة وكذلك إعادة النازحين إلى مناطقهم. سنذهب إلى فصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. عندنا بوزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الواحدة سعرها 975,000 دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار، يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار بزمن حكومة الأبطال. ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بغداد اتهمت الحكومة أنها غير جادة في السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم. طبعا هذا الكلام كان نقلا عن طريق صحيفة ميدل إيست البريطانية، والتي نقلت عن مسؤول في المفوضية قوله إن الحكومة في بغداد لم تفي بوعودها بتقديم معونات للنازحين العائدين طواعية إلى مناطقهم، كما أنها أيضا لم تعوضهم أو تساعدهم بإعادة تأهيل منازلهم. المفوضية الأممية دعت الحكومة في بغداد إلى الوفاء بوعودها بتسريع إعادة تأهيل المناطق المستعادة وتعويض المتضررين وتسليم العائدين طواعية إلى مناطقهم، تسليمهم مخصصات مالية تساعدهم في بناء منازلهم المدمرة، فضلا عن تزويدهم السلع والخدمات الأساسية. في هذه النقطة نفهم هنا أن العائق في عودة أو في تعمير المناطق المدمرة هي السلطة الموجودة في بغداد، والدليل أن حديث المفوضية أو اتهام المفوضية الموجه مباشرة إلى السلطة بأنها هي العائق في عودة المدنيين إلى مناطقهم، أو حتى من عادوا إلى مناطقهم لا يجدون أو لا يستطيعون أن يجدوا بيئة مناسبة للعيش في هذه المناطق المدمرة بسبب طبعا الإهمال الحكومي والتلكؤ في إعادة بناء أو إعمار هذه المناطق من جديد. هنا نقف عند موضوع يتعلق بوضع المواطن العائد طواعية إلى منطقته أو إلى مدينته ويريد أن يسكن في هذا المنزل الذي كان يقطنه قبل العمليات العسكرية. دور السلطة، الدور الرئيسي للحكومة الموجود في العراق الآن، سواء كانت حكومة عبد المهدي أو غيرها، نحن نتحدث بالمجمل، دور السلطة هو إعادة إعمار هذه المدن، إعادة تأهيلها من جديد، إدخال البنية التحتية، ترميمها، إدخال الخدمات إلى هذه المناطق التي دمرت، وهنا يكون الدور الرئيسي للسلطة. لكن في العراق الوضع يختلف، لأن السلطة هي سلطة متجاهلة لوضع المواطن ومتجاهلة للدمار الحاصل، فهنا أصبحت أو أصبح أضعف الإيمان أن تطالب المنظمات تطالب السلطة طبعا بدفع مبالغ معينة إلى المدنيين المتضررين جراء العمليات العسكرية، جراء دمار مناطقهم أو منازلهم، من أجل أن يقوموا هم بإعادة إعمار هذه المناطق طبعا بأيديهم، ولكن يحتاجون إلى المال. الوضع في المناطق المدمرة لم يبقي لأي أحد منهم أي قدرة مادية على إعادة بناء هذا المواطن، وهو ليس دوره أصلا في الأساس أن يقوم بإعادة بناء هذا المنزل، لكن
في العراق نقول بأنه أضعف الإيمان أن تقوم السلطة بتقديم منح مالية وخدمات معينة أو مبلغ معين إلى هؤلاء من أجل أن يقوموا بإعمار منازلهم. طبعا هذا وصل الحال بالمفوضية الأممية تدعو به الحكومة، بالإضافة إلى وعود كثيرة طبعا كانت قد أطلقتها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لتوفير حياة كريمة للمواطن، لكن ما نشهده هو العكس تماما. النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري أكد وجود جهات متنفذة تقوم بتهريب الحديد والنفط والمواشي من مدينة الموصل بمبالغ وصفها بالمخيفة. طبعا يقول الشمري أن تلك الجهات تسببت بأزمات كبيرة لأهالي مدينة الموصل الذين افتقدوا مواد الحديد والنفط بسبب تهريبها من المحافظة، وأشاروا إلى أن ذات الجهات تقف بشكل ممنهج خلف عمليات استيلاء على أراضي النازحين في المدينة وبطرق غير قانونية. طبعا هنا نأتي إلى نقطة أيضا مهمة، وهي اعتراف المسؤول بوجود فساد معين في الدولة. الاعتراف من المفروض أن يقود السلطة إلى التحقيق وثم بعد ذلك إلى اتخاذ إجراء قانوني يقف أمام هؤلاء الذين يقومون بعمليات سرقات أو فساد أو انتهاكات تحدث في العراق بشكل عام ليس فقط في مدينة الموصل. فما قيمة الاعتراف الحكومي أو ما قيمة اعتراف المسؤول في العراق عندما يخرج من فم مسؤول ليقول بأن الجهة الفلانية هي جهة فاسدة أو جهة سرقت أو هناك جهات معينة تقوم بسرقة أو تهريب الحديد والنفط والمواشي كما ذكر من مدينة الموصل. بعلم المسؤول بهذه النقطة إذن لديه تفاصيل أخرى كثيرة ربما قد لم يطرحها أو خائف أن يطرحها بسبب طبعا الوضع الموجود الآن في العراق، لكن هذا مسؤول لديه معلومات معينة، لديه معلومات قيمة حول الوضع الموجود الآن في العراق وحول هذه الجهات المتنفذة التي تقوم بتنفيذ سرقات. فأين دور السلطة وأين دور القضاء وأين دور البرلمان في تشريع قانون يقف أمام هؤلاء أو أمام هذه الجهات المتنفذة التي تقوم بالسرقات؟ ماذا أيضا عن نعود إلى موضوع الوعود، ماذا عن الوعود الحكومية الكثيرة التي أطلقت من مسؤولين كثر، التي أطلقت من حيدر العبادي والتي أطلقت من عبد المهدي ومن سابقه المالكي وغيرهم بمحاربة الفاسدين والقضاء على الفساد وأن يعيش المواطن العراقي حياة رغيدة بعيدا عن هذه المشاكل وعن هذه الاضطرابات؟ لماذا لا نرى محاسبة؟ لماذا لا نرى عقاب؟ لماذا لا نرى هؤلاء الذين يذكرون دائما في الأخبار، في القنوات الفضائية، في المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء الفاسدين أحيانا يوثقون بالصوت والصورة، لماذا لا نراهم يعاقبون يحاسبون؟ متى سيرى المواطن العراقي أن هناك إجراء حقيقي يتخذ من قبل هذه السلطة الموجودة بعقاب الفاسدين أو محاكمة أو محاسبة المنتهكين للحقوق العامة والخاصة كذلك؟ طيب، كاظم الصيادي نائب وصف استضافة رئيس البرلمان لمواطن من مدينة الموصل بالاستعراضية، أكد أن رئاسة البرلمان تمارس سياسة تكميم الأفواه. قد تكون هذه صراعات سياسية فيما بينهم، لكن بالنهاية هو أمر واقع عندما تخرج تصريحات المسؤول وإن كانت ضربا بسياسي آخر لكنها تنقل جزءا من واقع ومن حقيقة. الصيادي قال إن العديد من النواب لم يحضروا جلسات البرلمان لكنهم حضروا اجتماعات لجانهم الخاصة في المحافظات للتغطية على فشلهم وسرقاتهم. أشار الصيادي إلى وجود سرقات بملف النازحين تصل إلى 300 مليون دولار. هذه الأرقام مشاهدينا التي نراها يوميا ونسمع عنها يوميا، متى سنتوقف عن سماع هذه المليارات التي تهدر والتي تسرق من أموال العراقيين يوميا بمئات الملايين ومئات المليارات من الدولارات؟ أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييت وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. شكرا جزيلا أم أزهار. بالنسبة إلى أنت تقول هاي الحكومة أو تقولون هاي الحكومة هي من حكومة ولا ما هي من 2009 إلى الآن جو ناس صراع حرامية لتخريب هذا البلد وليبوقونه. لو هو أكو حكومة كان ما حد يبوق أموال هاي الدولة إنما يعمروها. بالنسبة إلى النازحين صار لهم 5 سنوات هذه 5 هم قاعدين هالسوق يريدون المطر وهالهذا.
نعم. واحد قال راح اعمر يعمروهم يعمروا بلدهم او يجيبوهم الى مكان معمر او يعمروا ديارهم اللي راحت، لان اهل الموصل كلهم كانوا في ناس عندها فلوس وعندها ممثل كل شيء. لكن الحكومه الحفاظات هاي الحاليه هم متعمدين في تدمير هاي الحكومه، هاي هذا الموصل تدمير الموصل. فلهذا يعني ما يصير، لانه احنا نسمع المسؤول فلان والمسؤول فلان هالكذاب والمسؤول فلان هالكذاب. لو اكو دوله، لو اكو قاضي، لو اكو حاكم. طيب عفينا من لو يا ام ازهر، اتركينا من كلمه لو، اتركينا من كلمه لو. الان شنو الحل حتى نرجع الاموال التي تسرق؟ يعني شنو الحل الموجود امام العراقيين لكي يعيدوا الاموال التي سرقت او التي تسرق يوميا من خزينه الدوله العراقيه؟ والله ما ترجع الاموال ولا يرجعون النازحين الى ديارهم. اذا ما الشعب ينهض، اذا ما الشعب يصير عنده قوه واراده قويه ويحارب الفساد هذا، يحارب هذول المسؤولين نفسهم، يحارب كل من ظلم هذا البلد. اذا استهدوا وصاروا ايد واحده من الشمال الى الجنوب، اكو اعتقد في ليله واحده هذول يطيرون. ما شنو من عدو؟ برايك شنو اللي يخلي الشعب الحدث ساكت يا ام ازهر؟ ساكت من الخوف. اول شيء انا اقول اول جبر الخوف، وثاني شيء اكو جهات معينه تهدد، اكو جهات من هذه العصابات مال الاحزاب كلها تهدد هالبشريه اللي يطلعون مثلا اللي يطلعون بالمظاهرات واللي القرايب ولا هالجدود. هو اكو عامل يعني يخليهم يخافون يعني ما ينهضوا. لكن انا اقول اذا اكو قوه الانسان حريته هو اهم من كل الخوف، اهم من كل شيء. لازم يحافظ، لازم ينهض ولازم يتقوى. وهو ما يصير ماكو شيء نهضه ولا يعني اجراء على هذول الفاسدين اذا ما قدرنا نتصل مع السيدة أم أزهار. عموما أشكرك للمشاركة ووضحت الفكرة. أبو عمر من السليمانية. أبو عمر، أم أزهار تقول بأن الخوف هو السبب في سكوت الشعب عن هؤلاء الفاسدين، هؤلاء السراق الذين يقومون بسرقة قوت الشعب وأموال الشعب يوميا. ونسمع نحن يوميا من جهات حكومية، منظمات، مسؤول عن ملايين أو مليارات من الدولارات تهرب أو يعني تصرف أو تنفق بطرق غير مشروعة وبطرق غير قانونية وأحيانا بصفقات فاسدة. يعني المواطن 15 عاما وهو يعاني من الفقر والبطالة والجوع والمرض ونقص الخدمات والدمار، ما الذي يمنعه؟ نعم خوف، ولكن الخوف أحيانا أو الجوع أحيانا يطغى على الخوف ليجبر الإنسان على النهوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، اسمعك ابو عمر، تفضل. استاذ محمد، مع احترامنا للاخوة ام ازهار، ام ازهار قالت الخوف ما له علاقة. الخوف بعيد عن كل البعد. اكو هناك علامات رضا عن ما يحصل بالعراق من قسم بعد ما تم تقسيم العراق الى طائفية والى قومية والى غير ذلك. بس هذا كلام خطير انه يكون هناك رضا يا ابو عمر. هذا كلام خطير ان يكون هناك رضا على ما يحدث الان في العراق. نعم اقسم لك بالله العظيم اكو رضا. رضا من خلال فتاوى شرعيه تدعو الى انه انت اذا سارق مال بس خمسه، من يختلط المال الحلال بالمال الحرام بس خمسه. انت ابو عمر لفظه اللي دخلنا، ابو عمر رجاء فتاوى موجوده استاذ بالتلفزيون. يا اخي ماشي، يعني احنا هسه لان فتاوى موجوده نقعد نطرحها احنا ايضا في البرنامج؟ الموضوع اليوم عبرنا المسائل الدينيه ارجوك. استاذ علامه الرضا انا اقول لك اياها، الكل تسرق من رئيس الجمهوريه الى رئيس الوزراء الى رئيس البرلمان الى اعضاء البرلمان الى الوزراء الى المدراء العامين الوكلاء الى الموظفين، كل من توقع به السرقه يسرق، الى الجندي الى الشرطي الى الميليشياوي. نعم. ليش هم يعطون للقوه العسكريه والامنيه والميليشيات يعطون صلاحيه في ممارسه عمليات القتل، اتخاذ القرار
يقول لك على السبب في سبيل نبتعد عنه، وقرار السرقه والرشاوي ليش ما حد يحاسب عليها؟ نعم. يقول لك على في سبيل نبتعد عنه ولا يتوجه لنا ولا حد يقدر يحرك علينا، لهذا الشيخ بنطي كل الصلاحيه باستخدام كل انواع السلطات هو بنفسه، لا القاضي يستخدمها يقدر يستخدمها ولا غير احد وزير ولا رئيس الوزراء، انت عندك كل الصلاحيات ان تستخدمها ما زال انك تنتمي الى فلان حزب وفلان حزب شيعي وفلان حزب بحيث تستطيع ان تستخدمها تسرق رشاوي سرقات رشاوي قتل باي شكل من الاشكال، وانت شفت بعينك الصور والافلام والفيديو. ولكن انت ذكرت يا ابو عمر، ذكرت نسبه او موضوع الرضا، ما نسبه من يرضون على ما يحدث الان في العراق؟ يعني اللي راضين على الوضع الان في العراق كم نسبتهم مقارنه بملايين يعانون؟ والله استاذ انا اقول لك اياها بصريح العباره، كل من موالي الى هذه العصابات هم راضين عنهم. وهم هؤلاء فئه قليله يا ابو عمر، هؤلاء فئة قليلة. نعم. هؤلاء فئة قليلة مقارنة بعموم الشعب. لا ليست فئة قليلة، أنا أقول لك فيها أصلاً. يعني إيش قد تعدادهم مثلاً يطلع قابل؟ يعني أنت عندك إحنا إذا قلنا فئة قليلة إحنا بنخدع نفسنا من 2003 إلى 2015، اللي يعرف إنه اللي جاي هو سارق وقاتل ويرتشي يشيل يحمل سلاحه ويدافع عنهم من 2003 إلى 2015، كم واحد موجود؟ أن تدخل إلى أي دائرة مهما كانوا يا أبو عمر، مهما كانوا يا أبو عمر هم يظلون قلة مقارنة بالشعب. مستحيل مستحيل مستحيل. طيب. أستاذ محمد احترامي لرأيك، لكن أنا أقول لك يا مستحيل وأعطيك أدلة وإثباتات على أنه الفضائيين الموجودين بمئات الآلاف بل عبر المليون واحد، بس الفضائيين ما عدا أكثر من مليون. طيب. ونص. أنا أشكرك أبو عمر، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. شكرا طبعا لوجهة نظرك وللمشاركة. نستمع إلى رأي السيد أبو عبد الله من لندن، لي قد يرد على هذا الكلام أو لديه وجهة نظر مناقضة. أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبو عبد الله، أخونا أبو عمر يقول بأنه هناك نسبة رضا على ما يحدث في العراق هي التي تجعل الناس في حالة صمت. هذا الرضا يأتي من فئة يراها ليست فئة قليلة، يعني عندما نتحدث ونقول مقارنة مع الشعب يقول لا هم فئة كبيرة، من ينضمون إلى هذه الأحزاب، من ينضمون إلى الميليشيات، من ينضمون إلى السلطة، هم فئة ليست قليلة، هم كثر وهم يؤثرون بشكل كبير على الصمت الموجود الآن في العراق. هل تتفق مع هذا الطرح؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. نعم أخي محمد، أنا أتفق مع الأخ أبو عمر، وأنت أنكرت عليه، قلت لست بخصوص الفتاوى الدينية لا تدخل الدين، أنت أنكرت عليه. المصيبة أخي محمد، همام حمودي رجل دين، يعني شفت صورة وصوت خرج قال يعني ما في دولة مثلكم في العراق، الحرية التي أنتم فيها. نعم. فهم يستغلون جهل الناس، المصيبة جهل الناس، استغلوا فئة كبيرة إنه يمشون وراء هؤلاء الناس فاستغلوا. للتوضيح فقط يا أبو عبد الله، عذرا للمقاطعة، عندما يخرج تصريح من معمم وإن كان بهذه الطريقة وإن كان معمما، ولكن التصريح يكون على شاكلة تصريح يخص وضع الدولة الاقتصادي السياسي العسكري، هنا نتناقش، لكن الموضوع عندما يكون يدخل في قضية خمس ما خمس، وهذا الموضوع ليس من شأننا ولا يدخل في ضمن مواضيع الحلقة يعني. فهذه النقطة التي أوقفت بها السيد أبو عمر بطرحها. أما بالنسبة للمعممين الذين يدخلون بتصريحاتهم في الشأن الديني، في الشأن الاقتصادي السياسي العسكري الاجتماعي، طبعا أمر من الطبيعي أن نطرحه ونناقشه. أخوي محمد المتتبع للأحداث السياسية في العراق، المتتبع للأحداث السياسية، نرى وضع العراق صورة وصوت. الموضوع الديني هو الذي كل هذه المصائب التي في العراق كلها سبب ديني،
والسبب الديني يا أخي مثل ما قلنا ونعيد ونكرر مثل خزعلي يخرج يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد ويأتي المراجع. يعني انظر إلى الوقف الشيعي، مخصصات الوقف الشيعي وإلى مخصصات الوقف السني. صحيح. نرى يعني أخي سرقة المال العام وتدمير المدن السنية وعيش الشيعة في الجنوب في هذا تحت مستوى خط الفقر، والشيعة المساكين الذين يعني من أبسط حقوقهم يعني يستغلوا جهلهم. هؤلاء الموضوع الديني هو السبب، كارثة العراق هو الموضوع الديني. فلذلك لو الناس رجعوا إلى مصدر المنبع الرئيسي للدين الإسلام، فنرى الإسلام يعني ويعني عندما يرجعوا إلى مثلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يعني يحكم وهو حاكم، بطنه يقرقر من الجوع عندما حصل هناك قحط، فكان يقول لبطنه لن تذوق اللحم يعني حتى يشبع أطفال المسلمين. أبو عبد الله، أنت تريد أن تقول بأن إدخال الدين على الحياة العامة في العراق بكافة جوانبها واستغلاله بشكل خاطئ هو يؤدي إلى الفساد الذي نراه حاليا؟ بكل تأكيد محمد، بكل تأكيد. يعني مثلا مالكي عندما في صورة وصوت يقول نحن أخذنا الحكم وما نعطيها، يقول هو شخصيا صورة وصوت أخذنا الحكم، يعني نحن الشيعة أخذنا الحكم وما نعطيها. ومن جهة اسمع أخي محمد، ومن جهة مالكي شخصيا يقول نحن كلنا فاسدون ويجب أن لا يكون لنا دور في العملية السياسية القادمة. ولكن انظر يعني كل قياداتهم سراق ولصوص والناس يستغلوا جهل الناس. تعال انظر فقط انتم مثل ما قال همام حمودي، الحريه التي انتم فيها يقصد حريه اللطم وسرقه اموالهم. فهذا مساكين، مساكين الناس. شكرا ابو عبد الله، شكرا للمشاركه. ام مصطفى من الموصل تفضلي. السيده ام مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياتي قناتكم. حياك الله ام مصطفى، تفضلي. اقول على مود برنامج طبعا مود الاعمار للسكوت والمتوسطه. نعم. والله في اي اعمار بابو منظمات صح عمرت، ولكن الحكومه في تعمير ما سوت لنا. انا بيتي متضرر، بيت اخي شهيد قلت امس المعارك، ما حد جاء عمر لنا، لا يصرفون فلوس لا يعمرون. يعني ما هو مو تحرير، تدمير. طيب يعني خلصت المرحلة هذه وأعلن العبادي التحرير والنصر وما إلى ذلك، ليش ما بدأت عمليات الإعمار يا أم مصطفى؟ شنو برأيك السبب اللي يمنع الدولة أن تروح تعمر؟ كله بوق. طيب هل لجأتوا أنتم كأهالي مدينة الموصل أم مصطفى، هل لجأتوا كأهالي مدينة الموصل أو الناس المتضررين إلى مجلس المحافظة، إلى المحافظ حتى يشوف لكم حل بهذه القضية؟ والله يا أخي إحنا منتهيين. أسكت أنا ابني اعتقلوه، هم مشترى أخذوه فوتوه جوا، ومنتهيين وراء ابني، وابني ناق أصيب معارك التحرير بتر برجليه الاثنين أثار هاون على بيتنا. وأركض وراء ابني وأركض وراء ابني الناق، حتى يعني سؤال ما ينطون. أنا وأبوه نركض وراء ولادنا وماكو أي سؤال، يعني أهل المتضررين معي عاد بيوت يعني يعرفون ولا شيء. قدنا اتصال مع السيدة أم مصطفى، وكان الله بالعون. طبعا هذه معاناة كما تسمعون مشاهدين الكرام، هذا جزء بسيط جدا من المعاناة التي شهدها المدنيون في المدن التي شهدت تدميرا وعمليات عسكرية. بهذه الطريقة يتم التعامل مع المدنيين، يؤخذ بجريرة أي شخص إن انتمى لتنظيم أو كان قريبا منه أو حتى لم يكن، حتى بتشابه الأسماء. للأسف النظام في العراق نظام التحقيق أقصد والنظام الأمني والإلكتروني هو نظام قديم جدا، ويعني أكل الدهر عليه وشرب. الآن يأخذون بالاسم الثلاثي تشابه أسماء، ويجار هذا المظلوم إلى المعتقلات وإلى السجون، الله أعلم أين يذهب وكيف يتم التعامل معه. بهذه الطريقة يؤخذ الكثير من شباب العراق بذرائع غريبة، أحيانا بوشاية كاذبة، أحيانا بتلفيق تهم، يعني لا أحد يعلم ما السبب الحقيقي الذي يقف طبعا خلف هذه التعاملات أو هذه التحقيقات أو هذه العمليات إلقاء القبض التي تتم. هذه نقطة. النقطة الأهم
هي قضية التدمير الذي حصل وقضية الفساد الذي يسيطر ويقف عائقا أمام إعادة الإعمار، كما استمعتم للسيدة مصطفى وهي حالة من حالات كثيرة، المعاناة التي تشهد هذه المدينة، دمار من كل النواحي، ولا يوجد إعمار ولا يوجد تقديم خدمات ولا يوجد لجان حكومية أو مؤسسات أو منظمات حكومية تقف على هذه القضايا. تابعنا عملية الجثث المتفسخة والتي تفسخت وتعفنت في تحت الأنقاض طبعا بسبب العمليات العسكرية، أخرجها أهالي المدينة وبعض الجهات التي ذهبت متطوعة، جهات خاصة وليست حكومية، وبجهود ذاتية قاموا بسحب ما يستطيعون سحبه من هذه الجثث. معنا السيد محمد من البصرة، تفضل. فقدنا الاتصال مع محمد. أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة هذه مو حكومة، احنا سبق وكنا صحافة كنا معروفة، هذه مو حكومة. احنا اللي نعرفه الحكومة تكون حتى لو كان حتى كانوا مجانين نوعا ما عندها أعمار، هذه نهائيا ما عندهم أي أعمار. هذول لا فرق بينهم وبين الدواعش، لا فرق بينهم وبين الميليشيات الشيعية الموالية لإيران اللي يقتلون الناس. يعني احنا من نجي اليوم صار لهم 15 سنة شنو اللي عملوه غير القتل والتشريد وسلبان الراحة وفقدان كثير الناس فقدت ذوية؟ وين يعني حتى احنا بالموصل اكو عوائل لحد ما يعرفون اهلهم جوا الانقاذ، نعم، طالعين للخارج ما يعرفون مصيرهم وين، واللي بالسجون ولحد الان هم عندهم اختطافات. بس ان شاء الله الكلب بالكلب، ناس ضرب ناس، الامريكان واليهود والمجوس هم اللي استبدت، لان الله سبحانه وتعالى لابد انه التفت لنا التفاته صغيره، لو كانت التفاته صغيره، نعم، يعني حتى لو نقول وجه طفل امراه شايب من هذا القبيل. من نقدر نقول لما الحكومة هذه اليوم هي لو حكومة صحيحة مهي عميلة ومهم مهم ولد متعوزنة كان عمله نوعا ما نوعا ما لو كان واحد تجاوزات رجاء. شكرا أبو مصطفى عموما للمشاركة، رجاء بدون هذه التجاوزات هناك من يشاهد وهناك من يجلس أمام الشاشات ويستمع. محمد من البصرة، أهلا وسهلا محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إلى قناه الرافدين وإلى عاملين قناه الرافدين المحترم، حياك الله محمد. رحمة الله على الشيخ حارث الطاري، سلامي وتحياتي على الشيخ الدكتور مثنى حارث الطاري محترم البصر، حياك الله محمد. أستاذ عمر، أستاذ محمد، أنا طبعا أظن صوت عمر نفسه مصعب دفر اللي على أستاذ البراج. البراج طبعا بصراحة اللي تقريبا نرجع محمد أخي محمد، صوتك غير واضح وفيه خلل، أرجو أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية، تغير مكانك يعني الطريقة، تتصل على رقم آخر مثلا من الأرقام. أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ويا كل عراقي. أهلاً أم عبد الله، تفضلي. أستاذ، الوضع اللي نشوفه هو في العراق هو يعني الكل تعرف إنه الحكومات اللي جت من 2003 إلى الآن هي حكومات فاشلة. نعم. يعني لا غبار عليه، فيعني أنت تعرف إنه الفساد من يعم يأثر على الشعب العراقي، نعم، وهذا ما بنشوفه من الشعب ومعاناة الشعب العراقي. فهذول الفاسدين أستاذ كلهم محميين من قبل مافيات حكومية وذات سلطة قوية، يعني وين ماكو واحد متنفذ هو حامي الفساد الفاسدين، نعم. فحتى البرلمان إذا في حالة استدعاء أي فاسد كان من يكون، أكو ناس متنفذين بالدولة يخافون على مصالحهم وعلى مصالح الفاسدين، يقومون بعملية إلغاء أي محاولة لاستجوابة أو إلقاء القبض عليه أو إصدار مذكرة قبض، لأنه هذول اللي جماعتهم. فلهذا نشوف الفساد عم البلد من أعلى إلى أقل، مع احترامي للموظفين الشرفاء. حتى
الشركات الاستثمارية بالعراق يعني حجمة أنه تدخل في مشاريع داخل العراق. ليش؟ لأنه أكو عدم ثقة. وجود الفساد وعدم الثقة هو اللي أحجم كثير من الشركات. بس أنه يقال أنه هسه أخيرا على أساس أنه النزاهة قبل ما يجي عادل عبد المهدي رجعت حوالي تقريبا مليارات من الفلوس من قبل. وين هن يا أم عبد الله؟ وين هن؟ وين رجعن؟ خلينا نصدق انه هاي الفلوس سأجيك رجعت. سأجيك استاذ، طبعا حيخلوها بالخزينه. من صارت بالخزينه يعني هي رايحه، بس هي هاي هاي على اساس ان النزاهه هي قاعده تشتغل. فالاموال اللي موجوده بالعراق كلها سرقت يعني عن طريق المشاريع الوهميه، عن طريق الدرجات الوظيفية الفضائية، عن سرقة أموال النازحين العراقيين، طبعا كلهم تحت طائلة السرقة خاصة من قبل الحشد والموظفين وكلهم. يعني هل هناك منطق أن تقوم لجنة نزاهة، إن افترضنا أن هذا الكلام صحيح طبعا، أن تقوم لجنة نزاهة بإعادة أموال مسروقة لتوضع في خزينة الدولة حتى تسرق مرة ثانية؟ يعني في اي منطق هذا؟ وفي اي دوله يحدث هذا الكلام؟ استاذ لبنان لما قدمت سوداني ورجعته الى العراق باعتبار انه فساد وسووله استدعاء واعتبر من ضمن المعفيين لانه من ضمن القانون العفو العام وطلعوا لا. اقول لك انه هي احنا ما نقدر نحل المشكله. المشكله ما تنحل الا بالشعب العراقي. طيب ترى الشعب العراقي اذا ما يتوحد ويقوم بعمليه ازاله هاي الحكومه وازاله الفاسدين ما عندنا حل استاذ ابدا. لا تتصور انه يعني قبل 10 ايام انا مع شو اسمه اكو قرايبنا في تكريت قاموا بعمليه اعتقال 2500 من اهل صلاح الدين. نعم. والله العظيم هذا من احد اللي اعضاء من عصائب الحق قال لا والله مو 800، اخذنا 2500 ووداهم وين ما نعرف وين. يعني هذا دلالة انه راح نستمر بهذا الوضع العام. نعم. هذا الوضع الكئيب اللي يروح من الشعب العراقي كله. انتوا يا شيعة يا سنة اتحدوا كافي عاد، مو هذا تدمر البلد بعد خلاص دمر. هو النازحين راحوا، الثروه الحيوانيه راحت، الثروه يعني شفوا بالعراق، شفوا بالعراق. نعم. يعني كل زين ام يعني عبد الله. انا اشكرك اعتذر منك. لدينا متصلين ينتظرون والوقت شارف على الانتهاء، وطبعا الاخوه الذين يرسلون رسائل نصيه ايضا سنعطيهم الحق في حقهم طبعا بقراءه رسائلهم بعد قليل. ولكن معنا السيدة أم رشيد من سامراء، تفضل يا أم رشيد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يتعيني شلون الصحة؟ الله يسلمك أم رشيد، حياك الله. والله أنا دائما متابع البرنامج حقكم، البارحة خابرت أستاذ عمر واليوم خابرتك أستاذ. كل الهلا أم رشيد. والله إحنا هاي حالتنا. تسلم بارك الله فيك. والله احنا يعني تهجرنا من جزيره سامراء وكنا قاعدين بتجاوز والحال تعبان حيل. نعم. والله كل شيء ما شفنا، لا عندنا احد من العائله يستلم مال يعني تعويض، لا استلمنا مال رعايه، لا كل شيء. والله صاين حد حاضنا، والله شينا راح وبيوتنا راحت ولدنا راحه، والله كل شيء يا عيوني يا استاذ محمد ما حصلنا. أم رشيد طيب، تروحون إلى جهات حكومية، تتواصلون ويا جهات أو يعني مجلس المحافظة، البلديات، شيء حتى تطالبون بحقكم؟ يعني نعم والله العظيم ما خلينا يا أستاذ، والله كل شيء ما حصلنا. إحنا أهم شيء كل هذا اللي قلنا راح والانتصار بحالنا لو بس ولدنا راجعيننا. نعم. كان الله بالعون سيدة أم رشيد. اشكرك للمشاركه. ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك وقناه الرافدين استاذ. حياك الله ابو ناصر، اهلا وسهلا. استاذ محمد يعني احنا نريد بس نتساءل، هي من وقت الحكومه تستلم التقارير المفوضيه وغيرها؟ ومن يريد يرجع المواطن المحافظه والبيته شنو اللي راح يلقي؟ يعني بيت مدمر، محافظه مدمره، خدمات ما موجوده، لا ماي لا كهرباء، ما
والمواطن طبعا ما عنده امكانيه يبني غرفه مو بيت بعد ما صرف كل ما يملك اثناء فتره الدوحه من بيته ومحافظته. يعني دوله موازنتها السنويه 111 مليار دولار اللي تعادل موازنه اكثر من 4 دول مجاوره مثل سوريا والاردن وحتى ايران. ايران اللي حسب ما سمعنا موازنتها السنويه تقريبا 45 مليار. يعني هذا اللي سمعناه، هاي الموازنه الضخمه ما يقدرون يعيدون بها اعمار المحافظات المدمره. يعني استاذ محمد هو كل تفكيرهم هو اذا يقومون باعمار المدن المدمره شنو اللي راح يستفيدون منه هم وشنو اللي راح ياخذون؟ هذول المجرمين والسراق والفاسدين وبالاساس هم ما مرتاحين لوضعيه الاعمار، مرتاحين لانه بعدهم النازحين يعيشون بالخيام ومرتاحين لان المدن بعدها مدمره وما بيها اي اعمار. المهم السيد المسؤول والسيد البرلماني يسكن بقصر وياخذ ملايين من الدنانير كل شهر وليذهب الشعب. ولكن ابو ناصر السيد المسؤول مثل ما تقول الم يتعظ من التجارب السابقه التي مرت على تاريخ الدوله العراقيه ان لا يبقى هناك اي مسؤول فاسد في هذه الدوله الا ويسحل في الشوارع في يوم من الايام؟ وهذا الدولار هذا اللي عمى عينه هو اللي خلاه ينسى هاي الفقره استاذ محمد. هاي الملايين اللي دا يستلمها ما خلته يفكر بانه يجي يوم وراح ينسحل بالشارع، وايامهم قريبه ان شاء الله. يعني هسه كل يوم واحنا نشوف مسؤول او سياسي او معمم يخطب بالناس وعليكم بمقاومه الاحتلال الامريكي، واتركوا الاحتلال الايراني طبعا. وهم وابنائهم يعيشون بنعيم وخلي الفقير ينقتل، المهم هم مرتاحين. وطلعوا يعني كثير من المواطنين اللي فقدوا ابنائهم بالحرب ضد داعش وهم متندمين طبعا. وانا شفت مقاطع فيديو يعني يطلعون الناس يقولون والله لو نعرف الوضع صار هيك وحقوق اولادنا ضاعت ما كنا اتبعنا فتوه الثاني. وبالتاكيد طبعا بس مع احترامي ابو ناصر وقد يزعل مني البعض، ولكن هناك من لو اعطي بعض المال لسكتوا عن ما جرى. بالتأكيد. المشكلة هنا نأتي يا أبو ناصر إلى حديث كثير من المتصلين حول الطريقة التي نعالج بها هذه الأزمات الموجودة الآن في العراق، يعني أزمة الفساد الذي ينخر جسد الدولة والذي يعيق إعادة الإعمار بالنسبة للمدن المدمرة ويقف أمام كثير من التطور أو البناء، مو التطور، بناء على الأقل بالنسبة لهذه الدولة. كيف يمكن أن نعالج هذه الأزمة؟ أبو عمر يقول من سليمانية هناك رضا يقف أمام الخروج ويجعل المواطن في حالة صمت، والسيدة أم أزهار تقول الخوف هو السبب الذي يمنع الناس من الخروج، وهناك من يؤيد رأي الطرفين، فما ردك على هذه الآراء وما تعتقد أنه السبب الذي يمنع المواطن من الخروج؟ يعني أستاذ محمد إحنا نريد نسأل من شنو يخاف المواطن العراقي إذا يريد يثور على هاي الزمرة المجرمة؟ من سلطة ميليشيات والسلاح. يخاف على 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 وظيفته، لو وظيفة ابنه، شو هو وابنه عاطلين عن العمل، يعني يخاف حرمان عائلته من الحصة التموينية، شو الحصة التموينية أصبحت في خبر كان، لو يخاف يحرمون من الرعاية الصحية، لو من التعليم. طيب إذا كل شيء محروم منه، ليش ساكت؟ وهو هذا اللي محيرنا، يعني إذا الشعب يتحد يا أستاذ محمد ويصير إيد وحدة ويثور على كل هاي الطغمة، منو يوقف بوجهه؟ يعني انتم شفتوا، خلي يشوفون هم، اقصد الشعب العراقي. شوفوا متظاهرين البصره شلون مصرين على المطالبه بحقوقهم وانتم قاعدين تتفرجون عليهم، علما طبعا هم يطالبون بحقوق كل الشعب مو بس البصره. وانتم خذلتوهم وخليتوهم وحدهم والحكومه والميليشيات تعتقل بهم وتقتل بالمتظاهرين. يعني بعدكم تؤمنون بفتاوى المرجعيه؟ مو عرفتوا بان المرجعيه هي واقفه ضدكم؟ والدليل سكوتهم على كل اللي دا يصير وفلوس الشعب يبنون بها مستشفيات بإيران والشعب محروم حتى من المي الصالح للشرب. أستاذ محمد إذا الشعب يريد يعيش بعز وكرامة عليه أن يثور ضد هاي الطغمة الفاسدة ولا يظل يهتف هيهات من الذلة، وهو هسه بالأساس عايش بالذل. أبو يعني ناصر أنا أشكرك، أعتذر منك، الوقت شرف على الانتهاء، لدينا متصلين ينتظرون. أبو أحمد من البصرة، تفضل أبو أحمد. شرف يا حبيبي، شرف. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي السلام عليكم. حياك الله. أنت وأشكر الإذاعة مالتكم هاي اللي تحكي باسم العراق. حياك الله. حبوبي بالنسبة على أساس التعمير مالها مدمرة، هو تعمير مال،
يعني زين هو ما يرسلون ميزانيه جات الباسبوك الاحساب. احنا ندري تعمير ماكو ابو احمد، احنا ندري احنا تعمير ماكو، بس الفكره انه ليش ماكو تعمير؟ حتى البطله اولا صارت يعني ما وضعيتها كلش تعبانه جدا. البطله مظاهرات كل شفتوها على التلفاز مظاهرات وهذا، يعني البطله الوحيده هسه جاي تطلع مظاهرات، والباقي المحافظات ما حد جاي يسعد يعني يطلع مظاهرات ويشارك ويا العالم. احنا شعب العراق الى يومين يتكاتب مثل ما تفضلت اللي سمعته انا من الاخ. نعم. يتكاتب كل يوم وقطاع العمود تقول نظام يتقول حتى امريكا. زين ولا؟ ما هو هاي النقطة اللي هسه نرجع وندور ونسأل بيها، شنو اللي يمنع الناس من تتكاتف يا أبو أحمد؟ يا أخي ضعف بينا احنا، العيب بينا، احنا ناس شعب متفرج. نعم. ألو. أسمعك أبو أحمد أسمع. احنا داعي، احنا داعي للمظلومية، لكنه المظلومية عامة. وليش وقت هذا الكلام؟ يعني الناس تظل تاكل من المزابل وبعدين؟ والله في هذا اذا ابن عمي اذا الشعب ما يستاتف ما يصير حل. نعم. اشكرك ابو احمد. نقرا بعض الرسائل المشاهدين الكرام حتى لا ننظم المشاركين عن الواتساب. احد المشاركين يقول: اخي الحل لاعاده اموال العراق المسروقه ثوره شعبيه شريفه عراقيه ضد اهل العمائم المجرمه، لان هي والاحزاب السياسيه والميليشيات سرقت اموال العراق، وتشكيل حكومه وطنيه شريفه ومحاسبه جميع من شارك بهذه الحكومات من السياسيين والمعممين جميعا. ابو عارف من بابل يقول: الفاسدون لا يبنوا وطن، هم يبنون ذاتهم ويفسدون اوطانهم. سيد مبروك من الإمارات يقول: السرقات والانتهاكات والفساد هو واقع ما يجري في العراق، القانون لا يوجد قانون يحاسب كل فاسد على ما يفعله لصالح الجهات المتنفذة، ثم أين تلك الوعود التي لم تنفذها الحكومات المتعاقبة؟ نأتي لما تفعله الجهات المتنفذة من السرقات، السطو لخيرات أهل العراق عموما والموصل خصوصا، كلها سرقات الأموال من خزينة الدولة، هو إجرام من قبل الجهات المتنفذة، قيامهم بالسطو على خيرات العراقيين عموما والنازحين خصوصا، الخلاص من هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران لا يكون لهم وجود بالعراق العزيز الغالي بهمة أبنائه الأحرار الشرفاء الغيارة وإزاحتهم منه. شكرا. وطبعا تحية كبيرة للكادر وللأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى الضاري وللعاملين، شكرا جزيلا. أبو عبادة الجنابي من تركيا يقول: الشيوعيون القوميون البعثيون كلهم حكموا العراق وكلهم يراهم أنزه يد، ولم يسرقوا كما سرقت الأحزاب الإسلامية الشيعية المدعومة من المرجعية الدينية. والله الذي لا إله إلا هو لم يسرق النظام السابق طوال فترة الحكم من حكم العراق، ما يسرقه أو ما يسرقه يعني ديقارن ما يسرقه الحكام الحاليون في شهر واحد وبعلم المرجعية الدينية. رسالة أخرى تقول: كثيرون جدا من المتخلفين من الشعب لا يزالون يركعون ويمجدون بالمرجعية، وبالفيديو تبين أن مستشفى عملاقة بنيت في شهر في خرم شهر في يعني في محافظة بإيران لسيستاني، أليست هذه أموال المراقد والفقراء؟ شلون شعب وشلون زمن أغبر؟ طيب رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، الآن أصبح واضح للعيان ما تشهده الحكومة من نزاع وصراع على الحقيبة الوزارية، وقد اعترف أكثر الأعضاء الكتل الكبيرة أن الموقف هو كسر إرادة ولوي أذرع، وأن ما تم يتحقق أو ما تم تحقيقه من البرنامج الحكومي هو أقل من المتوقع، أي أقل من الخمس، على الشعب أن ينتفض وينهي الصراع والنزاع. في رسالة أخرى لدينا: السلام عليكم، سبب خراب العراق ودمار جميع الأحزاب الفاسدة والعميلة وعبيد الدول لعنة الله عليهم. ولدينا رسالة أخرى من علي البرزنشي يقول: معنا من؟ طيب علي البرزنشي يقول: السلام عليكم، بما أن الولايات المتحدة هي المسببة لهذا الوضع وهي هذه الحكومة كلها دمى، أرى أنه هذا الوقت هو المناسب للتحدث معهم، لأن أمريكا الآن عازمة على طرد الإيرانيين وميليشياتهم من العراق، فعلى شيوخ عشائر ووجهاء المنطقة السنية التوحد والجلوس معهم
مع من تحديدا الجلوس معهم، ولا ننسى مطالبة الأمريكان لإجبار الحكومة الطائفية على الإفراج عن المعتقلين السنة، يقصد الجلوس مع الولايات المتحدة عموما. شكرا للمشاركة. طيب، السلام عليكم، كنت أتساءل هل صحيح هؤلاء هم شيوخ اللي استقبلوا الملعون ظريف أو عملاء من فيلق بدر والبطاط والخزعلي أبو جعفر الأحوازي؟ يقال بينهم شيوخ عشائر. أبو ياسين من ديالة، تفضل. أطلع عيون محمد. حياك الله أبو ياسين. عيون محمد، ما كيف يسوي الإعمار والفساد واصل هرب خصبة عندنا بالعراق اللي فساد من أهل السلطة لآخر الموظف. نعم. فاسدين من سياسيين، من أحزاب، من حكومة، من مرجعية، من رجال دين، من ذي شوق إلا القليل محمد. نعم. فساد هذا العراق، هم متبادلين من أساس كيف يعملون؟ هو فلش بيده، هو دمر المحافظات كاملها، هو زرع ميليشيات في كل محافظة، كيف يقتل شعب؟ هو دول حكومة احتلال، حكومة احتلال متعمر، هو الاحتلال استعمار، وهذا حال الشعب يوقف ترى محمد، وأنا اسمعني أعطيك فد نموذج من الشعب اللي هو مستفاد من الحكومة إذا تسمح لي. تفضل. محمد استقبل الله العالم يوم الخميس بفنة عمي ورا صراط المغرب. نعم. فأسعد برنامج الشعب السبع والبرنامج لا اتصلت. فمحمد البارحة بالفاتحة، أول البارحة يوم الجمعة، واحد من القرباء من ذول الأنزال المستفادين من الحكومة، انشاد كل المجتمع عاد يقول لهم أبو ياسين مطلوب للدولة. قالوا ليش مطلوب؟ قالوا من الناس كل هذا التلفونه ويحكي عن الدولة بالتلفزيون. بالجمعة أقول لك، ما أنا أقول لك إذا تستفاد من الحكومة فعلا عند السامع عند الحكومة قندرة. هذولنا ما بيجي محمد، ذول الناس مستفادة، وبالمناسبة هو سني لكن مستفاد. يا محمد، هذا الشعب ترجع منه الأول وصل هذا الحال، يتابع حال المدرسة. طيب. بسم الله على منبركم الشريف، أنا اسمعني على منبركم الشريف حتى أن أنا الشهادة لن أقاطع هذا البرنامج. نعم. وبالمناسبة لن أسرق وطنيتي، لو يقطعوني أوروبا وثق بالله محمد يوم الكل يكون في الدنيا كلها، ودي لا أوافق ولا 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 أعيد هاي الحكومة الصافية وحكومة حكومة الاحتلال. أبقى إن شاء الله وطني. شكرا. اللهم ربي يحفظ العراق والعراقيين. شكرا أبو ياسين، كنت معنا من ديالة. شكرا للمشاركة. في رسالة أخيرة وردت لنا من السيد أبو حسام النعيمي من بغداد، تحياتي لحضرتك أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين. الشعب الذي يعتمد على المرجعية هو يعلم أنهم فاسدون ويبقى ينتظر فتوى السيستاني، اغسل إيدك منه. طبعا بشكل عام لا يوجد تعميم بأي ما يطرح، دائما الحديث يكون على الفئة التي تنتقد، يعني فئة تقف مع السلطة أكثر من وقوفها مع المجتمع، فيها تقف مع المعمم أكثر من وقوفها مع أبناء جلدتها وأبناء منطقتها الذين يعيشون البطالة ويتضورون جوعا وغيرها من هذه المعاناة. دائما الحديث يكون، وأنا متأكد الحديث دائما يكون بهذه الطريقة، ولكن قد يعني يخرج بهذه الصيغة. ونحن للتوضيح هنا نقول بأنه ليس من يشارك معنا يقصد مبدأ تعميم على جهة معينة، على طائفة معينة، على مكون معين، على طرف معين. دائما الموضوع هو الانتقادات للأشخاص السلبيين الذين يشاركون هذه السلطة أو للسلطة نفسها. عموما أنا وصلت بهذا إلى ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.